نفذ، يقام بالحرب نفذ. عندنا حرب اثنين حرب. تقول يا شباب الله أكبر ننام ونستيقظ على وقع جرائم الحرب الروسية. فبعد سلسلة المجازر التي ارتكبتها الطائرات الروسية ليلة أمس، والتي كان من ضمنها استهداف المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان وإخراجه عن الخدمة، قامت طائرات حربية روسية قبل قليل باستهداف مشفى كفرنبل الجراحي وإخراجه عن الخدمة أيضا. حالة من الدمار الكبير يعيشها المشفى بعد تعرضه للقصف. 3 غارات جوية كانت كفيلة بإخراج هذا المشفى عن الخدمة بشكل كامل. كل أجزاء المشفى خرجت عن الخدمة بسبب تعرضها للدمار، قسم الإسعاف الذي نحن متواجدين فيه الآن، وقسم العناية المشددة، قسم العمليات، حتى قسم الجراحة، كل الأقسام خرجت عن الخدمة بشكل كامل. نجحت فرق الدفاع المدني بانتشال بعض الجرحى والمرضى الذين كانوا بداخل هذا المشفى، والذين كان من بينهم نساء وأطفال، نجحت بانتشالهم إلى أماكن ربما هي أكثر أمنا، لكن النتيجة أن المشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل وتدمر مرت معظم أجزائه. هكذا هم الروس يحاولون قتل كل أسباب الحياة في مناطق ريف إدلب. يستهدفون بشكل متعمد ومقصود المشافي والنقاط الطبية. الصاروخ الذي أطلقته الطائرات الروسية اليوم اخترق 3 جدران حتى وصل إلى غرفة العناية المشددة في الطابق السفلي. الدمار كبير، الروس ما زالوا مصرين على استهداف كل أسباب الحياة، المشافي، النقاط الطبية، سيارات الإسعاف وكل أسباب الحياة. نحن اليوم في يوم الاثنين الخامس من شهر شباط لعام 2018. اليوم صباحا استهدفنا الطيران الحربي الروسي والأسد طبعا بـ3 غارات بفاصل زمن اللي يتجاوز نصف ساعة. طبعا وحدث دمار هائل بالمشفى، ولكن الحمد لله الكوادر لم يمسها سوء، لكن المشفى خرج بشكل كامل عن الخدمة. مشفى كفرنبل هو المشفى الثاني اللي بيتم استهدافه خلال اقل من 24 ساعه. يوم امس ليلا مشفى الوطني بمعره النعمان كمان طلع عن الخدمه بسبب الغارات، واليوم مشفى كفرنبل. شو برايك سبب استهداف المشافي مع انه هي نقاط لعلاج المرضى والجرحى؟ طبعا ديدن النظام منذ بدايه الثوره انه يعمل على البنية التحتية، مدارس، مشافي، مراكز ثقافية، مراكز إيواء. طبعا هذا ديدنه، لأنه بيعتبر المسعف والطبيب اللي عم يسعف الجرحى هو إرهابي. نحن بالنسبة له أطفالنا ونساءنا وأطبائنا وكوادرنا حتى شيوخنا وعجائزنا هنن إرهابيين. هو عديم الإنساني مطلقا، هو قاتل مجرم بكل المقاييس والأعراف الدولية. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله، سلامتكم، الله يعطيكم.